في ناس كتيرة بتسألني ازاي وانا في الاماكن العامة باكل من تحت النكوب. هوريكم دلوقتي، هتجيبوا منديل كده وتحطوه تحت، تخلوه على مناخيركم كده من فوق علشان ما توسخوش النقاب وانتوا بتاكلوا، وباكل عادي اهو. اه عادي خالص، باكل بايدي اليمين، حتى لو في شوكة وسكينة برضو باكل بايدي اليمين، لو قاعدة وسط ملايين برضو باكل بايدي اليمين. يا ريت يا جماعة بلاش حد ياكل بايده الشمال، حتى لو قاعد في مكان فخم جدا برضو كل بايدك اليمين. السلام عليكم، تعالوا نتعرف على آداب الجلوس لما نكون موجودين في مكان عام او عند حد. مينفعش نقعد على الكرسي كده زي ما انتم شايفين وظهرنا لورا خالص، وخصوصا لو الكرسي داخل لجوه شويه. طيب نعمل ايه؟ المفروض واحنا واقفين كده نقعد على طرف الكرسي كده زي ما انتم شايفين، ورجلينا مضمومه لبعض وظهرنا مفرود زي ما انتم شايفين كده. طب لو حد مش قادر يقعد القعده دي ممكن يستعين بخدادية او مخده زي ما انتم شايفين كده، نحطها ورا ظهرنا وبرده نقعد نفس القعده اللي انا كنت قاعداها دلوقتي. يعني نقعد كده ظهرنا مفرود ورجلينا ضمنها على بعض من قدام، وهي هو ده الاتيكيت. ما ينفعش نحط رجل على رجل قدام الناس او قدام اي حد، لانه حرام شرعا، والرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن ذلك، لانه في نوع من التعالي والتكبر. يلا يا احمد تعالى تعالى لا. تعالى بس هقول لك، لا تعالى كده عيب، تعالى يلا يلا عشان احنا اتاخرنا، يلا بسرعه. لا يا نهار ابيض، تعالى خدها هقول لا هتقع. لا لا هتقع كده، عيب على فكره، ما ينفعش ان انت تمشي في الطريق. تعالى بس هقول لك على حاجه كده، ينفع؟ من اداب الطريق واحنا نازلين من بيتنا لازم نمشي مؤدبين ومحترمين، ولو احنا معانا حد كبير لازم نمسك في ايد ماما او بابا او اي حد كبير. واحنا بنعدي طريق بقى لازم نخلي بالنا من الإشارة، ونبص شمال ونبص يمين، ونعدي بهدوء، وقبل ما نمشي نقول بسم الله توكلنا على الله، ونعدي الناحية التانية اللي احنا عايزين نعدها. واحنا في الشارع ما ينفعش ان احنا نبصق في الطريق، وكمان لو احنا استخدمنا مناديل او ورق ما ينفعش ان احنا نرميه في الشارع. ما ننسوش بقى حاجات أساسية لازم تكون موجودة معاكي في شنطة الجامعة او في الشنطة وانت خارجة. اول حاجة معانا المناديل العادية، مناديل مبللة لها استخدامات كتيرة جدا وهنزلها لكم فيديو لوحدها. واكل الشمس لازم يكون معاكي في الشنطة، دي دبابيس ابرة بحطها كده في قلب علبة صغنونة عشان لو اي دبوس وقع منك تقدري ان انت تستخدم منها. دي دبابيس عادية عشان ممكن تتعرضي لاي موقف، الجيبة تتقطع، البلوزة، العباية ممكن تستخدميها. تنسوش القلم، وده شاليمو عشان انا منتقبة بقى بشرب من تحت النقاب، اوعوا تنسوه، مهم جدا ان كل واحدة منتقبة. دي الحاجات الاساسية اللي بتبقى موجودة معايا في الشنطة. قولولي انتوا بتاخدوا معاكم ايه في الشنطة وانتوا رايحين الجامعة او انتوا خارجين، وايه الاساسيات اللي بتستخدموها، اكتبولي يلا في الكومنت. اتيكيت دخول المنزل، اول حاجة بنقول بسم الله السلام عليكم، حتى لو مفيش حد في البيت خالص برضو بنقول السلام عليكم، الملائكة بترد علينا. وكمان هقول لكم ليه دلوقتي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخل الرجل بيتي فذكر الله عند دخولي وعند طعامي قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، واذا دخل الرجل فلم يذكر الله قال الشيطان ادركتم المبيت وادركتم العشاء. لازم نعلم ولادنا واحنا داخلين البيت نقول السلام عليكم ونسلم على اهل البيت. لو عجبكم فيديوهاتنا متنسوش تعملوا لنا لايك واكسبلور واشتركوا في قناتنا عشان هنعلم الاطفال. حموده ازيك، عامل ايه؟ ازيك، تعالى اتفضل. ازيك يا خالتي؟ الله يسلمك. ماما عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضل تعالى هجيب لك حاجه تشربها. بصوا يا جماعه اللي احمد عمله ده غلط، لما نروح عند اي حد نقعد مؤدبين في مكاننا، ما نلعبش في ورد ولا نتنطط على الكنب ولا ناخد اي حاجه ولا نلعب في اي حاجه. لو عايزنا نشوف اي حاجه لازم نستأذن ونرجع مكانها تاني، ده الاتيكيت. الله، ايه اللعبه الحلوه دي؟ بتاعت مين دي؟ هاتي. تعالي
ينفع اللي انت عملته؟ بصوا يا جماعه، لما يكون حاجتك مع اي حد ما ينفعش ان انت تخطفها وتجري، لازم نستأذن ونقول له لو سمحت دي بتاعتي ممكن تجيبها بكل ذوق. ينفع اللي انت عملته؟ لا. نقول ايه؟ نقول لو سمحت اديني اللعبه. قولي بقى وانا اديهالك. لو سمحت اديني اللعبه. اتفضل. ولما حد يطلب منك حاجه تكون بتاعته او حتى مش بتاعته عايز يشوفها قول له اتفضل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا. احمد عملوا ده يا جماعه غلط، والمفروض اول ما يدخل من الباب يقول تحيه الاسلام وكمان يسلم على الموجودين في البيت. السلام عليكم ماما. الاتيكيت الاسلامي لركوب السياره، اول حاجه بنعملها ان احنا بنسمي نقول بسم الله، وبعد ما نركب السياره نبدا نقول بسم الله الحمد لله الله اكبر، نقولها 3 مرات، ونبدا ان احنا نقول الدعاء اللي النبي عليه الصلاه والسلام علمه لنا، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. وبالدعاء ده بنكون في رعايه الله وامنه ان شاء الله، وربنا يحمينا ويحفظنا من شر الطريق ومن شر اي حاجه تقابلنا ان شاء الله. بعد كده نلتزم بالحارة اللي احنا ماشيين فيها، يعني لو احنا في الحارة دي ما نفضلش نروح في الحارة اليمين والحارة الشمال، وكمان نلتزم بإشارة المرور، نلتزم جدا بإشارة المرور للحفاظ على سلامتنا وسلامة الآخرين. والدعاء ده ينفع نقوله في السيارة الخاصة والسيارة العامة. إجابها هي عفافها، عفتها هي حجابها، لا ترضى بالذل والهوى، أمرها من الرحمن. إجابها هي عفافها، عفتها هي حجابها، لا ترضى بالذل والهوى، أمرها من الرحمن. إجابها هي عفافها، عفتها هي حجابها، لا ترضى بالذل والهوى، أمرها من الرحمن. طب يلا عشان تتغدى. ليش نفس؟ قولي حبيبي بس ايه اللي مزعلك؟ الميس قالت سؤال وقالت اللي هيجاوب عليها تديه بكره جايزه، وانا عماله افكر فيه ومش عارفه. هو ده يا حبيبي اللي مزعلك؟ طب قولي ايه هو بس السؤال؟ ما هو اشهر فيل في العالم؟ لو انتم عارفين يا جماعه اكتبوا لي في التعليق. الاتيكيت الاسلامي لدخول السوق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل السوق وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 1000 حسنة ومحى عنه 1000 1000 سيئة ورفع له 1000 1000 درجة. ومن آداب دخول السوق أول حاجة عدم رفع الصوت بالخصام من البيع والمشتري، تاني حاجة المحافظة على نظافة المكان، تالت حاجة الصدق وعدم كتمان العيب، وده بالنسبة للبائع ما يكتمش عيب السلعة، رابع حاجة اجتناب الغش في الميزان، وده برضو بالنسبة للبيئة، خامس حاجة اجتناب الاحتكار وكل ما يؤذي الناس. ما تنسوش بقى تعملوا متابعة. احمد وديت؟ ايوه. طب يلا بسرعة علشان الاقامة، اقاموا في المسجد يلا عشان تلحق الصلاة. ماما وانت سألت سؤال؟ ايوه. هما ليه بيقيموا صلاة المغرب بسرعة؟ انا هقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب
حتى تشتبك النجوم. يعني لازم يا جماعة أول ما المغرب يأذن نروح بسرعة نصليه قبل ظهور النجوم في السماء. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنت وتحطولي. بصوا يا جماعه، ظهرت في الاونه الاخيره ان في ناس كتير بتاكل وتشرب بايديها الشمال، يعني الظاهره دي غريبه جدا. وفي ناس كمان ملتزمه واشوفها من غير ما تحس تاكل بايديها الشمال وتشرب بايديها الشمال، حتى لو بتاكل سناكس بتاكل اي حاجه بايديها الشمال. طيب كله بقى يركز وخلي باله لما تيجوا تاكلوا تاكلوا بايديكم اليمين استناء بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل من مالك. مع السلامه. ماما انا دعاء. انت بتعمله ده يا حبيبي؟ ايه انت كده بتاكل غلط. بقى انا اعلمك تاكل ازاي. اول حاجه اهو هتاخد منديل هتحطه هنا او فوطه، بعد كده هتمسك المعلقه بايدك اليمين. فين ايدك اليمين؟ ايوه دي، عشان حرام اللي بياكل بايده الشمال. هنمسك بايدينا اليمين واول حاجه نعملها ان احنا نسمن، نقول بسم الله. يلا ايوه كده، وكل وما تحطش بقك في قلب الطبق كده غلط. خلي المعلقه اللي تروح لك مش انت اللي تروح للمعلقه. يا جماعه من اداب الطعام ان الاكل يكون قدامكم كده، وتمسكوا المعلقه بايديكم اليمين ونبدا ناخد من قدامنا اهو، ونبدا ما نروحش للاكل، الاكل هو اللي يجي لنا. يعني كده انا قاعده كده اروح جايه ايه واكله كده، بص اهو ما تميلش على الطبق، تاخد كده وتروح جاي مودي الاكل لحد بقك. دي من اداب الطعام. النبي عليه الصلاه والسلام قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك، يعني ايديك اليمين، وكل مما يليك يعني من قدامك. لو عجبكم الفيديو تنسوش